عودة الروح للجسد، عودة البريمير ليج بمباراة مانشستر يونايتد وفولهام، وكمان جمهور مانشستر بيخرج من المباراة مبسوط علشان مانشستر يونايتد ما كسبش 1-0 بس زي ما كسب السنة اللي فاتت ضد ولفرهامبتون، لا ده النهاردة كسب فولهام 1-0 ولكن الأداء وأداء اللاعبين والأداء الفردي والأداء الجماعي والتكتيك وكل شيء من تين هاج ومانشستر يونايتد كان مبشر جدا في مباراة النهاردة. هنتكلم في حلقة النهاردة عن كل شيء في مباراة مانشستر يونايتد وفولهام، فما ناخدش في اي حاجه. انزل اعمل لايك لو اول مره تشوفني، اول مره برضه تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس علشان عايزين نوصل 3000 مشترك قبل نهايه الموسم دون ان شاء الله. يلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في القصير. اهلا بك يا وجيه في حلقه جديده من قهوه التحليل، وحلقه النهارده هنتكلم عن مانشستر يونايتد وفولهام زي ما قلنا في الانترو. يا الحبيب يا الحبيب بجد، يا البريمير ليج بجد، الواحد حاسس ان النهارده صحيت من النوم كده حاسس ان النهارده اول يوم رمضان، اول يوم العيد، فرحه، في فرحه، في حاجه كده اللي هو ياه فينك يا اخي لقد هرمنا بجد. واداء النهارده مانشستر يونايتد خلانا كمان ما نبقاش متأزمين من رجوع البريمير ليج، لا احنا بنشوف مانشستر يونايتد بيبدا بتشكيله وبيبدا بطريقه لعب، وفي الشوط الثاني بيغير التشكيل وبيغير طريقه اللعب وبيغير الشكل ده كله. تعال نتكلم واحده واحده. مانشستر يونايتد بدا في بدايه المباراه بتشكيله ما فيهاش مهاجم صريح، بدا بأونانا في حراس المرمى قدام ماجواير وليساندرو مارتينيز، لعب ناحيه الشمال دالو، لعب ناحيه اليمين نصير مزراوي، لعب في نص الملعب لعب نمره 6 كاسيميرو، معاه ماينو، معاه برونو فرنانديز، قدام بيلعب بماونت وراشفورد وعماد ديالو. كان شكل الواضح ان ممكن يكون ماونت هو المهاجم الوهمي ممكن، ولكن اللي احنا شفناه في ارض الملعب كان مغاير تماما. ازاي؟ مانشستر يونايتد في بدايه اللعب لما ابتدي يحضر هجمه او يبني هجمه بيخلي الشكل اللي ورا ثلاثي، ثلاثي بليساندرو مارتينيز بيبتدي يطرف ناحيه اليمين ويخلي دالو يفتح الخط تماما، وبيخلي ماجواير هو اللاعب اللي في النص، وكاسيميرو بيسحب نفسه من قلب الملعب ويروح ناحيه اليمين عشان يدي الحريه لنصير مزراوي اللي هو يتقدم للامام. واللاعب اللي بيبدا الهجمه من عن طريق نص الملعب هو كوبي ماينو. كوبي ماينو لازم نقف عنده شويتين ثلاثه. كوبي ماينو لاعب عنده 19 سنه، وتشوف شخصيته في ارض الملعب كان اللاعب ده عنده 30 سنه، عنده 25 سنه، عنده لاعب يعني في برايم عمره، لاعب في البيك بتاعه، لاعب استلام وتسليم وكره في رجله حلوه جدا، ولاعب بيعرف يقطع الكوره وعنده تدخلات هوائيه وتدخلات على الارض، لاعب بيعمل كل شيء بصراحه. كوبي ماينو هديه لمانشستر يونايتد والتين هاج، لاعب طلعته من الاكاديميه بتاعتك قدم لك شيء مميز جدا، بيقدر يخرج بالكوره لما احتاجته اللي يخرج بالكوره خرج لك بالكوره، محتاجه في الضغط العالي اللي انت بتقدمه بتحتاجه وبيعمل ضغط عالي مميز جدا، وكمان بتبقى محتاجه ان هو يلعب لك سواء صناعه الفرص او التسديد من بره منطقه الجزاء. كوبا ماينو كان كويس في الشكل ده مش من النهارده بس، ده من الموسم اللي فات كمان. عندك بقى الاثنين اللي بيبتدوا ان هم يلعبوا اثنين مهاجمين، برونو فرنانديز ومعاه ماونت، وبتلاقي عبده ديالو وراشفورد بيخشوا لقلب الملعب. طب اقول لك الحاجه كمان، التركايه اللي بيعملها اريك تنهاج الباك رايت نصير مزراوي، نصير مزراوي الحته دي ما كانش عارف يعملها مع وان بيساكا، فبيضطر ان يخلي وان بيساكا يفتح الخط هو ويدخل لوك شو لقلب الملعب، فبالتالي النهارده غير الشكل تماما وخلى ده اللي هو اللي يفتح الخط ناحيه الشمال ويخلي راشفورد يتحرك في انصاف المساحات، وخلى ان نصير مزراوي لما كاسيميرو يميل ناحيه اليمين او ينزل ناحيه اليمين عشان يبقى مدافع ثالث مع ماجاير ومع ساندرو مارتينيز بيخلي نصير مزراوي ما يفتحش الخط مع عماد ديالو يعمل اوفرلاب، لا ده بيدخل نصير مزراوي كلاعب نص ملعب جنب كوبي ماينو، بيدي الحريه لماونت وبرونو فرنانديز اللي هم يلعبوا اثنين مهاجمين، وبيخلي عبده ديالو كمان يخش لقلب الملعب سواء الهجمه عايز عبده ديالو يخش في انصاف المساحات فبيخش، لو عبده ديالو مش هيخش في انصاف المساحات بتلاقيه فتح الملعب تماما ونصير مزراوي هو اللي ابتدى يتحرك في انصاف المساحات، وبرونو فرنانديز او ميسن ماونت هم اللي بيتحركوا في فوق في الزون 14، واللاعب الثاني سواء بقى برونو او ماونت يبقى هو المهاجم اللي موجود في البوكس. وده شفناه في كذا فرصه، ده شفناه في كذا فرصه. طب بتقول لي يا معلم انا شفنا كذا مره ان كاسيميرو بيبقى موجود في نص ملعب الخصم ما بيفضلش كتير قدام، بقول لك بتحصل فعلا. ازاي؟ اوقات بتخلي دالو يثبت ك باك الشمال بيثبت مع مدافعين لساندرو مارتينيز وهاري ماجواير، وبيخلي
دالو يبقى هو المدافع الثالث معاهم، وبيخلي كاسيميرو موجود في قلب الملعب ولكن ما بيبداش الهجمه، بيدخل لوسيل مزراوي وكوبي ماينو هم اللي يبقوا مسؤولين عن بدايه الهجمه، وبيقدم كاسيميرو لقدام وبيزق كاسيميرو لقدام، وزقت كاسيميرو لقدام ديا خلته يصنع فرصتين في الشوط الاول، ولكن لولا برونو فرنانديز كان ممكن تلاقي كاسيميرو خارج باثنين اسيست وبرونو بجولين، ولكن برونو فرنانديز قدام الجون كان بيهزر الشوط الاول وضيع انفرادين ما يضيعوش، انفرادين بجد ما يضيعوش من برونو فرنانديز. فبالتالي يونايتد وصل للجون كتير الشوط الاول، وصل للجون كتير، في لاعبين عليهم علامه استفهام زي مثلا راشفورد، راشفورد ما ظهرش تماما طول المباراه، عندك هاري ماجواير عمل مباراه كبيره وعمل مباراه مميزه، النهارده شفنا ان انا ما فيش غلطات كتير وان انا بيشيل كور مميزه وكمان بيطلع بالكوره وبيلعب على الارض كويس جدا كحارس يعرف يلعب برجله يعني. فمانشستر يونايتد الشوط الاول كان كويس، وصل للجون كتير وطريقه لعب مبشره، شفت طريقة لعب من إيريك تنهاج، عنده بعض الأفكار اللي بيحاول يطبقها، وعنده بعض الأفكار اللي ممكن تخلي مع مرور الوقت في الموسم ومع مرور الانسجام مع اللاعبين مع بعضيها ودخول الصفقات الجديدة زي نصير مزراوي وديليخت وزيركيزي اللي احنا شفنا منهم صفقتين بالمناسبة في مباراة النهاردة، اللي هو نصير مزراوي اللي قدم مباراة كويسة، وزيركيزي اللي نزل لك من على الدكة خلص لك الماتش وفك الاشتباك وحط لك جون الفوز في آخر دقائق المباراة. فبالتالي مانشستر يونايتد كان شكله كويس في المباراة، كان شكله كويس في المباراه، مبشر مبشر زي ما كتبت في الثامنيل، حتى بدايه مبشره ان انت فعلا مبشر. السنه اللي فاتت لعبت ضد ولفرهامبتون وقدرت تكسب 1-0، لكن اداك ما كانش مبشر وكان شكلك مضحك في ارض الملعب، وولفرهامبتون كانت هي الافضل وهي اللي كانت بتروح عليك كتير وهي اللي كانت بتضيع كتير عليك في السنه اللي فاتت، في بدايه السنه اللي فاتت، ولكن بدايه السنه دي انت لا شكلك افضل، متماسك اكتر، دفاعك متماسك، نص ملعب بتاعك متماسك، حتى لما بتيجي تعمل ضغط عالي انت بتقدر تستخلص الكوره في نص ملعب الخصم. عندك نادي كاسيميرو على قد ما انت بجد انا ما كنتش فاهم كاسيميرو، لان كاسيميرو ده تحسه اللي هو كان نفسه يلعب مهاجم بس المجموع ما جابش تقريبا، هو بيتقدم كتير عايز يشوط وعايز يصنع فرص وعايز يعمل كل ده، هل ده تكتيك من تنهاج ولا ده من دماغ كاسيميرو؟ انا شايف ان ده تكتيك من كاسيميرو، قصدي تكتيك من تنهاج. ليه تكتيك من تنهاج؟ لان تنهاج مش عايز كاسيميرو يبدا او مش عايز كاسيميرو يشارك في مرحله بناء اللعب وتحضير الهجمه نهائي نهائي، هو عايزه ماشي ممكن يكون يحتاجه في منطقه تطوير الهجمه، اللي هو خلاص انت بقيت في الثلث الامامي بتطور الهجمه او بتصنع فرصه، لكن مش عايزك تبقى موجود في مرحله البناء ومرحله التحضير، لان انت ما بتصنعش او انت مش كويس في الحته دي، لان برضو كنا بنشوف كاسيميرو في الحته دي مع ريال مدريد ما كانش هو اللي بيبدا الهجمه ولا بيبدا في مرحله البناء ولا مرحله التحضير، كنا بنشوف اللي بيعمل الشكل ده توني كروس ومودريتش. النهارده شفنا مع كاسيميرو اما شفنا مع تنهاج مع نيتش مالكش، لا انا هبدا باللاعب نمره 6، لا يا معلم هبدا بكاسيميرو جنب كوبا ماينو، هبعد كاسيميرو تماما عن بناء اللعب سواء بان انا اخليه يغطي ورا نصير مزراوي واقدم نصير مزراوي، او اخلي حتى كاسيميرو يتقدم لقدام واخلي كوبا ماينو ونصير مزراوي في ارض في نص الملعب، هم اللعيبه دي كويسه. وكوبا ماينو بالمناسبه كان قادر ان هو يقدم الشكل ده سواء على مستوى استخلاص الكرات او على مستوى بناء اللعب وتحضير الهجمه، بصراحه كوبا ماينو كان كويس جدا جدا جدا. نهايه الشوط الاول اللي انت بتوصل للمرمى كتير، بتوصل كتير لكن ما بتهدفش. الشوط الثاني بدات بنفس التشكيل بنفس الطريقه، ولكن بدايه الدقيقه 60 بدات تعمل تغييراتك، سحبت عماد ديالو وسحبت ميسون ماونت ونزلت زيركيزي ونزلت جيرناتشو، كده الطريقه اتحولت ل 4 3 3 صريحه، كاسيميرو 6 مع ماينو ومعايا برونو فرنانديز، وقدام بيلعب بزيركيزي مهاجم صريح، راشفورد شمال وجيرناتشو ناحيه اليمين، وده شيء كويس. ليه؟ لان لما الطريقه اتحولت للشكل دون انت بقيت شكلك افضل، لان ليه بقى عندك مهاجم صريح. المهاجم الصريح بيفرق يا جماعه والله عن المهاجم الوهمي، المهاجم الصريح اللي انت تخليه كمهاجم والعب يا باشا، هيجي لك هجمات هيجي لك فرص خلصت الماتش، وقد كان لما نزلت جرناتشو ونزلت زركيزي ورجعت نوعا ما برونو فرنانديز لورا شويه بقى شكلك افضل، بقى ماينو وبرونو فرنانديز بيساعد كازيميرو في نص الملعب، برده كازيميرو ما بيشاركش في البناء والتحضير، بيخلي كوبي ماينو او برونو فرنانديز هما اللي يبداوا في التحضير، ولما خرجت كمان نصير مزراوي فبدا اللي انت تلعب بشكل فلات تماما 4-3-3 بالشكل التقليدي جدا جدا جدا، خلي الوينجات بتاعتك هي اللي بتبقى موجوده على مستوى الهجمات، لان انت في الشوط الاول الهجمات كانت بتتجمع ناحيه الاطراف سواء على راشفورد او عماد ديالو، وبعد كده ما بتقدرش تعمل حاجه،
لان ما عندكش مهاجم في الصندوق تلعب عليه الكره العرضيه. لكن لما نزلت جرناتشو مع زيركيزي موجود كمان برونو فرنانديز وراشفورد في ارض الملعب وكوبا ماينو، تبقى عندك مهاجم هتصنع له الفرصه يخلصها لك. وقد كان جيت في اخر المباراه بتلعب كره عرضيه لزيركيزي يخش بشمال على طول بيسجل اول جول ليه في البريمير ليج، والديبيو بتاعه كان كويس جدا، هو اول ماتش ليه كبديل كمان بينزل يخلص لك المباراه. انا مستبشر خير مع مانشستر يونايتد، حاسس ان الماتشات الجايه مانشستر يبقى افضل، مانشستر يبقى شكله افضل مع دخول ديليخت في المنظومه، مع دخول لوك شو، مع دخول زيركيزي، مع دخول الصفقات الجديده والشكل الجديد لمانشستر يونايتد مع ايريك تنهاج. انا حاسس ان يونايتد في الايام الجايه هيبقى شكله افضل بكتير. في الاول وفي الاخر ده كان راي شخص واحد، هو رايي انا في مباراه يونايتد وفولهام. قول لي رايك انت في الكومنتس، ولو حلقه عجبتك تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان الحلقات تجيلك اول ما تنزل على طول. وكان معاك مصطفى ودي اول التحليل، سلام.